الرحيم طبعا معانا كوكبة من أهلنا في فلسطين، كان هي عاملين معايا أهلها طبعا قرنين الشعب المناضل المكافح، طبعا أخونا كابتن الكبير مصطفى نجم عدنا من فلسطين البار، الإخوة كان مدربين عاملين معايشة هنا في نادي الزمالك. اشرح بقى للناس المعايشة دي. هو طبعا ملتقى جمعية ملتقى مدربي قطاع غزة كانوا قالوا لي عايزين نبعت فاكس لسيادة المستشار بالموافقة على المعايشة في قطاع الناشئين. سيادة المستشار أول ما شاف الفاكس والطلب وافق كالعادة، يعني ما تأخرش في أي حاجة طبعا خاصة الشعب الفلسطيني وشعب غزة، وأنا بشكره وكلنا بنشكره على المبادرة، وهو فاتح أبواب النادي لكل المجالات الرياضية في فلسطين، مش بس كرة القدم، قبل كده برضو كان في ألعاب قوة وكرة يد وكرة سلة وتنس طاولة، وكان حضرته سيادته بيستقبل الناس بكل ترحاب، ودي مواقف شجاعة، مواقف أخوة، لأن مصر هي أم العربية، ورئيس سيادة الرئيس مرتضى ليه شعبية كبيرة جدا عندنا في فلسطين، ونادي الزمالك أصلا نادي من الأندية العريقة في الوطن العربي، شعبيته كبيرة جدا في غزة وفلسطين، والحاجات اللي بنشوفها من سيادة المستشار دي يعني حاجات بتزود شعبية نادي الزمالك خاصة في فلسطين. بشكرك مرة تانية الأخ أنور الغلاييني رئيس المنطقة. لحضرتك بقى قدمهم لنا واحد واحد. قدمهم واحد واحد كده لحضرتك زي ما اسمه واحد على اسمه عرف نفسه. يلا اسمه الكابتن محمود الشجرة من مدينة غزة نادي المشتل. الكابتن هشام الفرنسي نادي الشاطئ من غزة. الكابتن يونس الداية نادي غزة الرياضي. الكابتن أحمد الطبل من نادي الأهلي. كابتن زكريا الحفارنا من بيت حلم. الاهلي الفلسطيني. الاهلي الفلسطيني طبعا. الاهلي ايه؟ الاهلي الفلسطيني. عبد الناصر صقير نادي التفاح. كابتن عزيز الترابسي نادي الشاطئ. كابتن احمد كلاب نادي خدمات الشاطئ. احمد محمد نصار نادي شباب بيت حلم الاهلي. كابتن ابراهيم مدوخ نادي غزه الرياضي. طبعا يعني انا بشكركم وتشرفتم، بقول يا رب ان شاء الله شوف اليوم اللي فلسطين تتحرر من هذا الاحتلال الغاشم الصهيوني. احنا دايما بنقول احنا بنفرق بين اليهود وبين الصهيونيه، وفي نفس الوقت يا رب يجي اليوم اللي اشوف فيه، انا اكمل بس اشوف فيه نتنياهو الراجل اسمه قليل الدون نفس مصير شارون، الدبانه تعدي من قدامه وما يعرفش نشتغل. الله عليك. ان شاء الله هشوف اليوم ده باذن الله. زي ما شارون حصل بالظبط، الدبان يعدي من قدامه وما يعرفش، والدبانه دخلت مره في مناخيره وما يعرفش يطلع. ايوه كده ايوه كده يا راجل. انا سعيد طبعا باسم المدربين، باسم كل المدربين اللي جايين من غزه هنا على نادي الزمالك. طبعا لسه السنه مش الاولى، لسه السنه الثانيه ان شاء الله بتستمر زياراتنا. شاكر جدا على كل التفاعل. انا حاسس فيها ساعات. لا 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 ساعات. بص بقى اجمل من ساعات. بص يا جماعه دي عندي بمليون ساعه. خليك والله بجد، يعني هو ده الحاجه اللي البني ادم يحتفظ بيها في بيته في مكتبه، لان ده جه من ريحه فلسطين الحره المحترمه، ان شعبها انا في وجهه نظري اعظم شعب في العالم، من 48 بيقاوم احتلال صهيوني غاشم ولم يستسلم ولم ييأس. ان شاء الله فلسطين هتنتصر، والقدس باذن الله تبقى عاصمه باذن الله. بارك الله فيك. فلسطين طبعا طبعا طبعا. انا بشكركم جدا وانتم شرفتوا. احنا شرفنا بيك يا سياده المستشار. نشكرك ونشكر نادي الزمالك على هذا. ناديكم ودي بلدكم. واحنا دملنا الشعب الفلسطيني شعب مصر شعب واحد، وتربطنا علاقه الدم والاخوه والمحبه بيننا وبين الشعب المصري. ونشكرك كمان مره ونشكر قطاع الناشئين، وعشان كلمة حق تقال ان احنا هذه السنة الثانية الموجودة اللي حضرنا المعايشة، لكن لمسنا انه في طفرة في تغيير بين السنة اللي فاتت والسنة دي. كل شوية هذا يعني انجاز لنادي الزمالك، وان شاء الله للامام نتمنى لكم كل خير. دي بلدكم دي بلدكم.
لبلدكم دي بلدكم وده ناديكم وده ما انت شايفه حتى على المستوى الرسمي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم 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 للقضيه الفلسطينيه اكيد وشعب مصر مش داعم بس داعم وعاشق للشعب الفلسطيني ان شاء الله باذن الله هتتحرر باذن الله فلسطين ان شاء الله هترجع شاء الله. فلسطين على خريطه كونيه راح فلسطين ان شاء الله ان شاء الله اجي لكم ان شاء الله اجي لكم ان شاء الله ان شاء الله تشرفنا هذا طبعا عشان مصور مصطفى عشان يمنع دعاوي بعد كلكم تحضروا ماتش الزمالك والشباب يا رب ان شاء الله.